السلام عليكم. اليوم رح نحضر سوا كيك كتير سهل، حتى اني سميته اسهل كيك بدفتر الوصفات عندي. اسهل كيك لانه مكوناته قليلة والكميات يعني المقادير حفظها كتير سهل ما بتنتسى. عندك 3/4 كباية زيت نباتي، 3/4 كباية سكر عادي، و3/4 كباية مي. اوكي، 3/4 ب3/4 ب3/4، وكباية ونص طحين يعني ضرب 2، دبل كباية ونص طحين، 3/4 بكباية ونص. اوكي، وعندك 2 بيض مع 4 ملاعق كبار حليب بودرة، 2/4 كمان ضرب 2، يعني حفظهم كتير سهل. واكيد بيكنج باودر والفانيليا، فانيليا البودرة او السائل متل ما بدك عشان البيض ما يزنخ. البيكنج باودر كمان بتحطي معلقة ونص صغار، فيكي تعمليهم 2. اوكي، يعني الارقام نفسها عم تنعاد، 3/4 ب1.5 ب2 ب4، وهون فيكي 1.5 او 2، يعني حفظهم كتير سهل. حارجع عيدهم، 3/4 كباية زيت، 3/4 كباية سكر، 3/4 كباية مي، و1.5 طحين. اوكي، مع 2 بيض مع 4 حليب بودرة، يعني كمان عنا ضرب 2. واكيد بيكنج باودر والفانيليا معروفين، اكيد حفظتيهم. وبتحتاجي الخفاء الكهربائي، او فيك تستعملي الخفاقة اللي على الايد العادية، وجاط جاطين، واحد لتحطي فيه السوائل وواحد حطيناهم في طحين بتحطي فيه النواشف. اوكي، جاطين. وبتحتاجي القالب اللي بتعملي فيه الكيك، بدهنيه زيت وبترشي عليه طحين. اوكي، هاي المكونات صارت جاهزة، رح نبلش سوا نحضر الوصفة. اول شي بتعمليه بتخفق البيض مع الفانيليا بالخفاقة الكهربائية لحتى يصير لونه بيج وعليه رغوة مثل ما شايفة. بترجعي بتضيفي السكر، بتخفقي منيح لحتى يدوب السكر ويصير لونه مايل عبياض بيشبه الكريمة مثل ما شايفة. بيفضل الخفاقة الكهربائية لانه على ايدك كتير بياخد وقت بيتعب. بترجعي بتضيفي كمية الزيت كلها، بتخفقي كمان مرة بس تلاقي الزيت انخلط منيح، بتضيف المي كمان الكمية كلها. اوكي، هيك صار جاهز. بالنسبة للنواشف بتحط طحين والحليب البودرة والبيكنج باودر مع بعض، معلقتين صغار بيكنج باودر، وبتحركيهم منيح لينخلطوا مزبوط. بترجعي بتضيفي السوائل فوق النواشف. هلا ما بقى في داعي للخفاقة الكهربائية، بالمعلقة بتحركيهم لحتى الطحين يختفي، يبطل يبين عندك طحين. هون ملاحظة، ما تكتري تحريك، يعني بس تلاقي خلص بس بطلتي تشوفي طحين واقفة مثل ما شايفة، لأنه كمان التحريك الزايد بيطلع عندك الجاتو قاسي بيبطل يطلع طري. بترجع بتسكبي المزيج بالقالب المدهون زيت وطحين، يعني هيدا بيعطيكي قالب صغير، يعني 1.5 كباية طحين بتعطيكي قالب جاتو صغير، يعني استعملي القالب يكون شوي صغير، او فيك تدوبلي العيار وبتعملي قالب كبير. بتخضي شوي القالب حتى يطلع الهواء لبرا، هيك صار جاهز. تفوتي على الفرن، الفرن اكيد تكون محميتيه قبل بوقت، بتشغلي بس من تحت، ولما تلاقي هيك الجوانب بلشت تحمر بفوتي عود خشب، اذا طلع عليه كيك ما بعده ما استوى مثل ما شايفه بتتركيه كمان شوي. تركته 5 دقائق ورجعت تفقدته مره تانية، رجعت فوت عود الخشب وطلع هالمرة ناشف ما عليه شي، هيك تأكدت انه من جوا صار مستوي مثل ما شايفة ما عليه شي. هلأ طفيت من تحت وشغلت الفرن بس من فوق شوي، يعني ما كتير بس دقيقتين لحتى يحمر الوجه، وبتطلعي من الفرن ليبرد. بس يبرد بتقلبيه وبيطلع معك هيك، بترشي عليه بتزينيه بالطريقة اللي بدك اياها. انا رشيت عليه سكر ناعم، حطيت شوي بالمصفاية وهالزيتها وزينته. فيكي تستعملي اي شي للزينة اللي بتحبي. هاي الوصفة صارت جاهزة كتير طيبة، جربوها ان شاء الله رح تعجبكم. انا جبتها من موقع لقمة طيبة، لكن من جوا هيك بيكون شكله.
كتير وصفة خفيفة وطيبة، والسلام عليكم.